بنيوت أباكيجي بدء كلامي يا إخوان أمدح هذا الإنسان ذكره على كل لسان بنيوت أباكيجي مولود في منية يامي بالغربية بيقين هذا الرجل الأمين بنيوت أباكيجي أبوه هو إسحاق وأمه سارة يا رفاق مؤمنين بالرب الخلاق بنيوت أباكيجي لما ولد أسمايا في ريد ودعيا وهو نظير الإله بنيوت أباكيجي كان يعمل من صغره في الفلاحة مع والده وبيع الملح على جمله بنيوت أباكيجي جمله قاعد صغير يحرك الرقص كسيفة وعيال واسم تكبير بنيوت أباكيجي أتى الشيطان اللعين بضيقة للمسيحيين فجاء إلى مصر الأمين بنيوت أباكيجي ولم يكن له مأوى في مصر يا إخوة ويبيع الملح بالبركة بنيوت أباكيجي قضى أغلب وقته في صلاته لربه سهرت الليل بنيوت أباكيجي لم يقتني ردا أو ثوبا يا أحبة عش فقيرا لإله السماء بنيوت أباكيجي وكان عريا ومن الرحمة الآن تقوى وإيمان بنيوت أباكيجي كان رأسه عاري ومنطره ناري كسواح البراري بنيوت أباكيجي وعيناه حمرا من كثرة البكا وهو من الأنقياء بنيوت أباكيجي ولم يحلق شعره كنذير لربه إله الذي أحبه بنيوت أباكيجي وكان قليل الكلام هذا الرجل الهمان أبلغ من السلام بنيوت أباكيجي واحد من الأشرار ضرب القصر ويحضر لم يفتح فمه البر بنيوت أباكيجي كان حاضر يا إخواتي الرجل الضباوي عند مرقس الأنطوني بنيوت أباكيجي في آخر حياته كان ينادي أم إله ويقول في صلواته بنيوت أباكيجي يا عذراء خذيني من همي خلصيني من العالم نجيني بنيوت أباكيجي الحمل علي ثقيل وأنا قلبي دليل أعطيني فرح وتهليل بنيوت أباكيجي الناس الأشرك قد رفضوا بإصرك سمع كلام البر بنيوت أباكيجي قد عصر المأنوس البابا متاؤس خليفة ماري ماركوس بنيوت أباكيجي ومن غريب أمره النوحة بس نفسه داخل مخزن وحده بنيوت أباكيجي عند تلميذ ميخائيل فأتى عند نوئيل أعطاه السلام
السلام والتهليل بنيوت أباطيجي وأقمت تسع سنين في ذلك المكان الآمن حتى تنيح بيقين بنيوت أباطيجي في 21 بابا صعدت روح ببهابة ونال السعادة بنيوت أباطيجي كم صنع معجزة أشفية وآية لكل غني وهن بنيوت أباطيجي صلوات تكون معنا شفاعته ترفعنا للرب فيقبلنا بنيوت أباطيجي كتسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله الأنبياء.